إذن الآن حول هذا الموضوع نرحب مباشرة من كوفنتريا البريطانية، نرحب بالسيد رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، أهلا بك معنا في المشهد الليلة. أولا، هل توضحت الصورة الآن بعد هذا الوقت يعني حول هذه المناوشات الروسية الأمريكية في سماء سوريا؟ ما المعلومات المتوفرة حولها إلى الآن؟ نعم، مساء الخير. أولا دعنا نقول بأن هي رسائل روسية للولايات المتحدة الأمريكية بأن الأجواء التي تتواجد فيها الطائرات الحربية الروسية والتي تنفذ مناورة مع قوات النظام في ريف حلب يمنع اقتراب المسيرات الأمريكية منها، على الرغم من تنفيذ مسيرة أمريكية استهدافا، عملية استهداف لقيادي في داعش اليوم، إلا أن لا تزال الرسائل الروسية واضحة للولايات المتحدة الأمريكية. هناك مناطق يمنع الاقتراب منها من قبل الأمريكيين، ونحن نعلم بأن الأمريكيين يعني في مناطق كثيرة تحلق فوق منطقة الباب، تحلق فوق منطقة إدلب وعفرين حتى، وتستهدف قيادات في تنظيم القاعدة وقيادات في داعش. الأمر الذي حصل في ريف حلب الشمالي على ما يبدو المسيرة الأمريكية هي اقتربت من أجواء يعني التدريبات الروسية، ولكن بذات الوقت استغلتها روسيا لتوجه رسالة للولايات المتحدة الأمريكية. هذا بالنسبة لهذه المنطقة، لكن هناك يعني 60 خرق، نعم هناك 60 خرق بشكل قطعي وأكثر من ذلك، بأن الطائرات الروسية تحلق فوق قاعدة التلف، الطائرات الروسية يحلق على مسافات قليلة جدا من المسيرات الأمريكية التي تحلق فوق ما تعرف بمناطق السيطرة الإيرانية في غرب الفرات من البوكمال وصولا إلى ريف دير الزور الغربي. أمس الأول كان هناك تحليق طائرات حربية روسية أيضا بالتزامن مع تحليق مسيرات أمريكية في ذات المنطقة. ولكن عندما تتزامن في نفس الوقت يعني المناورات الأمريكية مع فصائل المعارضة في نفس الوقت مع المناورات يعني الروسية مع دمشق، يعني كيف نفهم هذا التزامن في نفس الوقت؟ هي يعني فرض القوة داخل الأراضي السورية. أمريكا واضح بأنها تريد أن تسيطر على منطقة البوكمال لإغلاق المنفذ الوحيد أو ما يعرف شريان التدفق السلاح البري من إيران باتجاه الأراضي السورية وبعد ذلك باتجاه الأراضي اللبنانية. هناك محاولات كثيرة إلا أن المحاولات باءت بالفشل، وحتى يعني جيش سوريا الحرة هو ليس لديه العديد الكافي لينفذ هجمات ضد الإيرانيين، هو يعني عديده قد يصل إلى 500 مقاتل، بينما إيران لوحدها لديها مقاتلين من الجنسيات السورية وغير السورية في محافظة دير الزور يفوق 15,000 مقاتل. ولكن هذه المناوشات يعني كما نعلم تكررت أكثر من مرة يعني، وإلى الآن هي تبقى في حد المناوشات أو الاستفزازات أو التحرشات كما توصف، ولكن هل يمكن أن يتطور الأمر أكثر من ذلك وتصبح مواجهات مباشرة ساحتها السماء السورية؟ إذا أصبحت مواجهات مباشرة ستتطور إلى خارج الأراضي السورية أيضا، لأن روسيا لديها قوة عسكرية كبيرة داخل الأراضي السورية. أيضا الولايات المتحدة الأمريكية لديها سيطرة كاملة على مناطق غرب الفرات بالتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية، ولديها سيطرة على منطقة التلف أو ما تعرف منطقة 55 عند مثلث الحدود العراقية الأردنية السورية. لذلك أقول بأنه من المستبعد الآن أقله أن تدخل الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا في اصطدام مباشر داخل الأراضي السورية. ما يجري الآن هي رسائل من قبل الطرفين، سواء الرسائل الروسية أو الردود السياسية وردود التصريحات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن ربما في إطار الحديث عن الرسائل السورية، ألا تعتقد أن روسيا تريد أن توصل الرسالة بأن حربها على أوكرانيا لا تلهيها على وجودها في سوريا ربما؟ بشكل قطعي عندما تجري تدريبات روسيا مع قوات النظام داخل الأراضي السورية هي رسالة موجهة للجميع. هذه المنطقة هي من قطاعات روسية، هي يعني بالاتفاقيات مع النظام هي منطقة تواجد القوات الروسية وبقوة، وتحدثنا عن القاعدة الروسية في طرطوس وهي القاعدة البحرية الوحيدة لروسيا في البحر المتوسط، وقاعدة حميميم التي هي قاعدة جوية كبيرة لروسيا. على الرغم من سحب بعض القوات الروسية من الأراضي السورية، إلا أن وجود القوات الروسية داخل الأراضي السورية لا يزال الأقوى أقله بالسلاح النوعي، ليس العديد مثل القوات الإيرانية. يعني ربما حتى نتكلم بلغة أوضح، أصبحت الآن السماء السورية هي ساحة لتصفية الحسابات بين الولايات المتحدة وروسيا؟
وبين الولايات المتحدة وروسيا، بين إيران وإسرائيل، بين تركيا ويعني قوات الكردية، بين الجميع. يعني عندما نشاهد قوات احتلال من عدة دول داخل الأراضي السورية، أي أن الأراضي السورية باتت مستباحة من قبل أقله الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وتركيا وإيران بشكل كبير جدا، وقبلهم إسرائيل التي تقصف الأراضي السورية يعني دون التحدث عن القوانين الدولية التي تمنع هذا القصف تحت ذريعة وجود السلاح الإيراني. في الأثناء هناك تحشيد عسكري أمريكي يحصل في المنطقة كما نتابع، وكنتم أشرتم بأنفسكم في المرصد السوري لحقوق الإنسان على تواجد هذه المدفعيات الثقيلة، وأشرتم حتى إلى التقارير التي تتحدث عن منظومة هيمارس التي ستكون لأول مرة في سوريا. ماذا نفهمه من هذا التواجد الثقيل العسكري في سوريا؟ يعني بعكس ما كان يقال بأن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تنسحب من سوريا، الواضح بأن الولايات المتحدة الأمريكية أقله في المدى المنظور سوف تبقى مهيمنة على مناطق شرق الفرات إلى أن يكون هناك حل سياسي في سوريا، لأن هناك مثل القوات التركية سوف تبقى إلى أن يكون حل، وذات الشيء القوات الإيرانية والقوات الروسية، لن يكون هناك أي انسحاب دون أن يتوصل السوريين سواء المعارضة أو النظام إلى حل سياسي، بعد ذلك تبدأ هذه القوى الغير سورية بالانسحاب الأراضي السورية. يعني هو بقاء أمريكي طويل الأمد يمكن أن نستنتج. نعم صحيح. نعم، وبالتالي لكن لنا أن نسأل أيضا، هذه الأسلحة ضد من؟ ضد الإيرانيين قبل ضد داعش. داعش خلايا لا تحتاج إلى هذه الأسلحة، الأسلحة هي ضد القوات الإيرانية، وأنا قلت لك بأن إيران تحشد وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية تحشد. إيران تسيطر على مناطق غرب الفرات، الولايات المتحدة الأمريكية تسيطر بالتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية على مناطق شرق الفرات. ولكن هذا النوع من الأسلحة إذا اعتبرنا أن المواجهة ربما أن تكبر، إلى أي حد يمكن أن يتوسع النزاع هنا؟ هنا إذا ما بدأت مواجهة حقيقية بين الإيرانيين وما بين الأمريكيين، أعتقد لا نعلم من هو الرابح، يعني حتى لو كان هناك طيران حربي أمريكي، لأن إيران بذات الوقت جندت مجموعات موالية لها ولحزب الله في مناطق شرق الفرات، وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية جندت مجموعات في مناطق السيطرة الإيرانية، قد تكون حرب استنزاف بين الجانبين. ولكن في هذا الإطار يعني روسيا أيضا هي خارج المعادلة برأيك؟ روسيا مهتمة في مناطق دون مناطق، يعني عندما روسيا سلمت مناطق شرق سوريا لإيران وأبقت القوات الإيرانية أو قوات الموالية لإيران بشكل كبير جدا، واكتفت في مناطق وسط وجنوب سوريا والساحل السوري وحلب، هي تعلم ماذا تريد. نعم، نشكرك جزيل الشكر على مشاركتك معنا في هذا النقاش من كوفنتري البريطانية، السيد رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان.